انطلقت اليوم مسيرة بميدان التحرير للمواطنين المحتفلين بالذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير، ورفع المحتفلون أعلام مصر ورددوا هتافات تحيا مصر والجيش والشعب إيد واحدة. بكى أحد المواطنين المتواجدين بميدان التحرير لأحد القيادات الأمنية المكلفة بتأمين الميدان قائلا: خايف على البلد. فرد عليه الضابط: ما تخافوش، إحنا هنحميكم. نظم عدد من الأطفال والنساء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية تظاهرتين محدودتين اليوم بقريتي بني حدير وميدوم التابعتين لمركز الوسطى شمال محافظة بني سويف في الذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير. وردد المشاركون في التظاهرات هتافات مناهضة لقوات الجيش والشرطة في محاولة لحث الأهالي على المشاركة. وخلت الميادين الرئيسية بمحافظة بني سويف من المواطنين أو الاحتفالات بذكرى الثورة، وشهدت مدينة بني سويف حالة من الاستنفار الأمني وانتشارا للقوى الأمنية بالشوارع الرئيسية لمواجهة أي أعمال تخريبية أو تظاهرات لجماعة الإخوان. طرد المحتفلون بالذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير بميدان التحرير سيدة تابعة لجماعة الإخوان من الميدان بعدما رددت هتافات ضد قوات الجيش والشرطة ورفعت إشارة رابعة أمام المحتفلين وقوات الشرطة. هاجم ضاحي خلفان تميم قائد شرطة دبي السابق ثورات الربيع العربي وكتب سلسلة من التدوينات عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلا: ربيع أتى بالمرزوق ومرسي وتوكل خير، الله لا يبارك فيه من ربيع. أعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية أن الاجتماع الوزاري التشاوري في الإمارات توصل إلى الاتفاق على اتخاذ خطوات محددة تتبعها الدول العربية تمهيدا لصياغة موقف عربي موحد ومشترك للتعامل مع التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع المجموعة الوزارية العربية المشكلة بموجب قرار مجلس وزراء الخارجية العرب المنعقد يوم 10 من يناير لمتابعة تطورات الأزمة السعودية الإيرانية المكلفة ببحث التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية ورفع توصيات في هذا الشأن للدورة القادمة من المجلس. تظلمت الدكتورة عزيزة محروس عميد كلية الطب البيطري السابقة بجامعة القاهرة من قرار إقالتها من مجلس الجامعة الخاص وعزلها عن العمادة بالكلية بناء على ما أوصى به المحقق القانوني للجامعة. وقالت عزيزة في بيان لها اليوم الاثنين ردا على إقالته أنه لم يتم إدانتها بأي شيء، مشيرة إلى أنه لم ينتهي التحقيق، مضيفة: أبلغت بهذا وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والمحقق بمستندات رسمية موجودة معي. أعلنت وزارة الداخلية ورود معلومات إلى أجهزة الأمن باستغلال العناصر الإخوانية الإرهابية إحدى الشقق المستأجرة الكائنة بشارع الشيخ عبد المنعم في كفر حكيم بمركز كرداسة بمحافظة الجيزة في تخزين العبوات الناسفة. وأضافت الوزارة أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، وأثناء اقتراب القوات من الوكر فوجئوا بإطلاق وابل من النيران من الشقة تجاههم، مما دفع القوات لتبادل إطلاق النيران والتعامل مع مصدرها. وباقتحام الشقة وتفتيشها عثر بداخلها على جثة الإخواني محمد عبد الحميد عبد العزيز عضو التحرك المسلح بمنطقة كرداسة وبجواره بندقية آلية ومجموعة من فوارغ الطلقات من ذات العيار. وباستكمال التفتيش عثر على عبوتين ناسفتين شديدتي الانفجار كبيرة الحجم، وتم التعامل معهما وتفجيرهما. لقي مواطن مصرعه وأصيب نجله بحروق متفرقة بالجسد إثر انفجار أنبوبة غاز بمنزله بمركز شبرخيت في البحيرة، حيث تلقى اللواء محمد عماد الدين سامي مدير أمن البحيرة إخطارا بالواقعة. وبالفحص تبين مصرع بسيوني عبد الله عزب 32 عاما وإصابة نجله عبد الله 12 عاما بحروق متفرقة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبرخيت العام وجثة المتوفى إلى مشرحة ذات المستشفى. أفرجت إدارة سجن دمنهور العمومي اليوم عن 40 مسجونا من بينهم سجينتان تنفيذا لقرار العفو الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة أعياد الثورة وأعياد الشرطة،
وأعرب المساجين المفرج عنهم وجميعهم من أبناء محافظة البحيرة عن سعادتهم بقرار الرئيس السيسي بالعفو عنهم والخروج مرة أخرى للحياة بعد فترة عقوبة قضوها خلف القضبان بعيدا عن أسرهم. عرض الموقع الرسمي لوزارة الدفاع أغنية بعنوان اشهد يا تاريخ على جيش بلدي واحكي الأمجاد في إطار احتفالات الشعب المصري بالذكرى الخامسة لثورة 25 من يناير المجيدة. الأغنية من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. اشهد يا تاريخ على جيش بلدي واحكي الأمجاد، جيش كان بيصول أرض وأرضي وفي من الأبعاد، شال كل الحمل على كتافه، ضحوا بأرواحهم ولا خافوا، ودول حوالينا بتتقسم ما بقتش بلاد.